عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. واضح المباراة على حضرتك مباراة صعبة، بطولة غالية غابت عن النادي الأهلي منذ عام 2007 ولكنها عادت من جديد إلى المارد الأحمر. يعني الحمد لله يا غابت لأسباب كتير، بس الحمد لله بقى السنة دي يعني كان لازم ناخدها صراحة، بوظوا أعصابنا طول الماتش، بس الحمد لله ربنا كرمنا في الآخر الحمد لله. حضرتك آخر 7 دقايق من اللقاء عشتهم إزاي؟ كل الناس عندها الأمل أبدا النادي الأهلي قادر يرجع. بص يعني مش أول مرة نتحط في الموقف ده، يعني احنا متعودين على الموقف ده من زمان، وطول عمرنا عندنا ثقة في اللعيبة والناس عندها مسؤولية، وطول عمرنا كمشجعين حتى بنقف لحد آخر ثانية في الماتش لما الحكم ما صفرش ماتش في الملعب. هو النادي الأهلي كده، عشان كده بيبقى دايما عندنا يعني بنصدق ان احنا نقدر نكسب، حتى زي النهارده كده الحمد لله جونين في 3 دقايق او 4 دقايق، يعني ما يعملهاش غير النادي الاهلي اعتقد. يعني عشت ال7 دقايق بروح المشجع اللي نفسه ينزل ارض الملعب ويلعب مع اللعيبه. يعني ما اكيد طبعا، يعني كان نفسي طبعا اي واحد فينا بيبقى نفسه يكون معاهم في الملعب، بس في الاخر احنا مجلس اداره وجمهور وكل الناس الصراحه، يعني الناس كلها كانت واقفه ورا الفرقه، و يعني بقول لهم مبروك، ومبروك للجهاز الفني، ومبروك للجمهور، والحمد لله يعني كده الدوري والكاس. لازم بقى نقفل الصفحه من بكره نبتدي نركز في ماتش الترجي ان شاء الله. ده قدر النادي الاهلي، بتطلع من بطوله لبطوله. لكن عايز اسال سؤال، ايه اللي بيعملوا فينا لعيبه النادي الاهلي؟ ليه قعدونا لاخر دقيقه؟ الفرحه بتبقى احلى، الفرحه بتبقى اجمل، هم دايما يلعبوا باعصابنا. غالبا هم متعودين ان الفرحه في اخر الماتش بتبقى ليها طعم تاني، فهم عايزيننا دايما نكسب، تحس ان انت كسبت في اخر دقيقه وبتاع. بس لا يعني الحمد لله، بس ما كانتش ماشيه في الاول الصراحه خالص، كانت مقفله تماما، بس الحمد لله يعني فكت في الاخر. طبعا خلي بالك ده مش مجهود ماتش ولا ماتشين، ده مجهود سنه ومجهود موسم بحاله، والناس تعبت، لعيبه، جهاز فني، ادارات في النادي، كل الناس تعبت صراحه يعني. فالحمد لله ربنا بيكرمنا بالنتائج دي، وهو دايما الجمهور ما بينساناش غير نمره واحد، انت لازم تطلع مركز الاول، والحمد لله اتحقق. كابتن مروان بشكر حضرتك، ودايما يا رب متجمعين على انجازات وانتصارات لكيان النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. هشام محمد نجم.